السلام عليكم مشاهدينا الكرام، وكل عام وأنتم والوطن بألف خير. عيد فطر سعيد نتمناه لكم من أسرة المساء اليمني. عيد ثامن تحت وطأة الحرب، حرب من صورها قطع الرواتب وانعدام الأمن وانتشار الأمراض وازدياد معدل الفقر. حرب أدخلت الحزن إلى كل بيت ولم تترك يمنيا ليس له فقيد من أسرته أو من أصدقائه. تأتي هذه المناسبات لتبهج الجميع، لكنها ومع وضع اليمن الحالي تترك مشاعر متضاربة ما بين تجديد الحزن من فقد عزيز أو عوز حاجة، وما بين انتزاع فرحة خاطفة من بين أنياب الحرب، كما يقول الآنسي في أغنية التي أصبحت وسما للعيد: مش وقت قالت قال ودحس عال العال وما يهم البال خليه لبعد العيد. المساء اليمني يواكب حياة اليمنيين، فكيف كان عيد اليمنيين في صنعاء التي تجثم عليها ميليشيا الحوثي في عدن التي تستقبل الرئيس هادي وتأمل أن تتنفس الصعداء، تعز التي تسترق لحظات الهدوء والطمأنينة بين فترة وأخرى، والحديدة التي تشهد تقدما عسكريا للجيش، مأرب المستقرة نوعا ما مقارنة ببقية اليمن، حضرموت، إب، البيضاء وجميع المحافظات اليمنية التي تتشابه فيها هموم اليمنيين ومعاناتهم. مشاهدينا، نشاهد هذا التقرير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. يقاتلون من أجل انتزاع فرحة من بين أنياب الموت وحصار البنادق، العائدون من الحرب والعائدون من البحث عن لقمة وكسوة لأطفالهم، حربان لا تختلفان في زمن اليمن الصعب. العيد وسط الفقر والدمار، يقضي اليمنيون يوم عيدهم الأول بنكهات البارود، فما هي فرص البهجة في أجواء مدججة بالخوف ومشحونة بالحذر في مناطق الميليشيا كالحديدة التي تتأهب لمعركة وشيكة، وصنعاء التي ترخي فيها ميليشيا الحوثي ستارة من الرعب في قلوب السكان. في تعز يختلف الأمر قليلا، حيث يبدو العائدون هنا من صلاة العيد إلى أسرهم بنزر يسير من البهجة والأمان رغم الخلافات التي تعصف بهذه المدينة. للعيد في عدن وقع آخر هذه المرة، فهنا يحضر السيد رئيس الجمهورية وحكومته بعد عام ونصف من الغياب القسري عن عاصمة الدولة المؤقتة. عاد هادي ليسجل حضوره كرمز للدولة في مربع هو الآخر وقع في برزخ الاحتلال والتحرير. عيد وحرب، ثنائية الوجع اليمني. تضيق مساحة الفرح لأسباب ليس أقلها الحرب ولا أكثرها الفقر وحالة الشتات التي تعانيها الأسرة اليمنية. ورغم كل ذلك لا زال للعيد رونقه في عيون طفل جذلة لمت شتات أسرة بعد غياب، وسيبقى العيد جميلا. إذا مشاهدينا الكرام، نستضيف في هذه الحلقة عبر الأقمار الاصطناعية الناشطة المجتمعية داليا محمد من تعز، وسينضم معها آخرون كذلك. مساء الخير داليا، وكل عام وأنت وجميع اليمنيين في ألف خير وسلام. مساء النور، ومن العائدين كل عام وأنتم بخير. وأنت بخير وصحة وسلامة إن شاء الله. داليا، لو بدأتي يعني تحدثينا عن أجواء العيد في تعز. والله نقينا نتكلم عن العيد المفروض اللي لازم يكون في ظل الوضع الطبيعي، فالعيد غائب تماما في مدينة تعز، يعني ما بالنا بمدينة محاصرة للسنة الرابع تعاني القصف، الحصار، التقويع، القنص الممنهج، مدينة غائب أغلب مناطق، نقول مدينة تعز غائب عنها العيد. هناك أمهات تبكي على أولادها المخفيين قسرا، أولادها المعاقين المتعفنين بجروحهم، أيضا على أطفالهم الجوعى، على بيوتهم اللي شردوا منها، منازلهم المهدمة. هناك الكثير من الأمهات والأسر الآن ما زالت تسكن في العراء، في البراري، في الجبال، إما على خيام أو على صنادق. لذا العيد في مدينة تعز بشكله الطبيعي أو المعتاد في غير الحرب غائب، إنما المدينة متعودة يعني أو أجبرنا أن نتعايش مع الوضع، أجبرنا أن نصنع جو عيدي نحن في داخل الإطار المحرر لمدينة تعز، بتكاثف الجميع من منظمات مجتمع مدني، من ناس، من فاعلين خير. نعم، ما الذي صنعته شبه عيد في مدينة تعز؟ نعم، هذا شبه العيد، ما هو بالضبط؟ ماذا صنعته؟ والله العيد هذا حاولنا أنه نكون قريبين للأسر المتضررة،
قريبين من الجرحى، قريبين من الناس المشردين. حاولنا كحضور كتعبير، يعني حتى الأطفال الآن لا متنزهات، يعني حاولنا نجعل من ساحة الحرية أو من شوارع تعز اللي هي للآن ما زالت غير آمنة من القذائف، نعم، إن نجعلها أجواء عيدية للأطفال للعب تزيينه، هذا ما نقدر نفعله أصلاً. نعم. إذن داليا، يعني وأنت تتحدثي عن أن الوضع ليس آمنا بعد بالنسبة للقذائف، ولكن أيضا الوضع الأمني داخل تعز هل تحسن خلال الأيام السابقة؟ هل شهد نوعا ما استقرار؟ يعني الوضع الأمني ما نقولش أنه استقر، أو إنما في تحسن نوعا ما، في ارتياح شعبي من المواطنين أنفسهم بتواجد رجال الشرطة والأمن، خاصة في المناطق اللي كانت يعني ممنوعة الجيش أن يدخله. صح أداء اللجنة الأمنية ورجال الأمن ضعيف، يعني ماشي هذه النتيجة اللي يطمح في الشارع التعزي، رغم أنه شعب وشارع عاني للآن، لكن نوعا ما لا بأس. نتمنى أنه في يتم دعم اللجنة الأمنية دعم حقيقي تكمل مهامه، لأنه للآن يعني سمعنا أنه مسكوا بعض مجرمين أو بعض المتسببين، لكن لم نرى هل هو حقيقة. إحنا في مدينة تعز نحتاج فعلا أن تدعم اللجنة الأمنية لأداء مهامه. نعم. إذن داليا، يعني الوضع الأمني، أجواء تعز القلقة، ولكن أود أن أسألك، يعني نحن نعرف عادات اليمنيين في العيد الصباح، خروج الناس لتبادل التهاني، صلاة العيد، وجود بعض المتنزهات أو الكافيهات أو الحدائق البسيطة في العصرية لتلم بعض الأطفال، هل كل ذلك توفر اليوم؟ لا، ما توفرش كامل، إنما حاولنا بعض الشوارع جعلنا منه معايدة، كل من يلقي حد تزاورنا داخل المدينة، داخل الإطار المحرر للمدينة، في زيارة للحديقة اللي تم فتحها قريبا من بعد ما تسليمه لقوات من الجيش، أيضا الخروج إلى الجهة الغربية من مدينة تعز لوادي الضباب اللي يعتبر للآن الخط ما زال ليس آمنا، رغم أنه للآن ما زال غير آمن، يعني ما زال هو مرمى لقذائف الميليشيات من الاتجاه الغربي للربيعي. نعم. إنما حاولوا، يعني خلاص زي ما قلنا أجبرنا أن نصنع أجواء عيدية ونواصل ونتهنى، لكن أنه مثلا الآن حاليا معنا إحنا أهل وأسر بالحوبان، للآن لم نتمكن من شوفتهم بسبب الطرق المغلقة وعورة الطريق، الناس الوضع المادي سيء جدا، يعني المواصلات تكلفوا هذاك الكلام، يعني الآن إحنا أنا كأول شخص معي أسر تقريبا من بداية الحرب الآن ما تمكنت أشوفهم بالحوبان، المسافة اللي كنا نقطعه بربع ساعة، يعني لو كان الآن معنا منفذ مفتوح أو طريق للمدنيين كان يعني تمكننا من الزيارة. نعم. للأسف يعني لا يوجد في نهج الحوثيين هذا الطريق الآمن للمدنيين، لأنهم لا اعتبار لديهم لهؤلاء المدنيين إلا لما قصفوهم ليل نهار. كنت تتحدثي عن الحديقة ربما الوحيدة التي تم افتتاحها مؤخرا، هل تم تجهيزها واستعادة عافيتها لتستقبل زوار العيد؟ نحن يعني كأبناء مدينة لنا 4 سنين كأطفال داخل المدينة، فهي تعتبر إنجاز، ما تم يعني عملية فتحها يعتبر إنجاز، لكن إن الحديقة ما زالت لم تكتمل، لأنه جزء منها مدمر نتيجة المعارك اللي دارها هناك، هناك مجموعة ألعاب تم فتحها وخلاص، يعني مضطرين إنه يقبلوها ويعتبروها حديقة، مع إننا الآن لا تعتبر حديقة، يعني التجهيزات اللي كانت فيها كحديقة ما زالت مضروبة وللآن ما جهزت. نعم. إذن لو سألتك عن الخدمات الأساسية داليا، كهرباء، ماء، مستشفيات، كيف هو وضعها يعني بمدينة تعز؟ لا جديد، يعني من حيث الكهرباء للآن لا يوجد كهرباء، كله على الطاقة الشمسية، هذا من اتمكن واشترى له طاقة شمسية، لكن الناس الفقراء، الناس خاصة اللي حق الأرياف
يعني حتى اللي نقول له الفانوس حق زمان ما زال الان يعني عدم ما قدروش يحصلوا على الماء. ايضا خاصة انه عندنا اللي هي تعتبر الضباب هي الجهة اللي كان السقية للمدينة، الان كثير من الآبار تقريبا لها 3 أشهر قفت، يعني صار الان شحة بالمياه. الان بدل ما كان ابناء الضباب نفسهم الان صاروا يعانوا، رغم انه كان هم اللي يعتبروا سقيا للمدينة. نعم. إذا المستشفيات أيضا تفتقر. نعم، اسمحي لنا دالي ابقي معنا قليلا، نستضيف معنا أيضا عبر الهاتف الناشط المجتمعي عادل عمر ليحدثنا عن أجواء العيد في إب. مساء الخير عادل. مساء النور أختي الكريمة، كل عام وأنت بألف خير. وأنت بألف خير وصحة وسلامة إن شاء الله عادل، ونود منك أن تحدثنا عن أجواء العيد في إب. طبعا بالنسبه للعيد في محافظه اب هو طبعا يمر بمراحل، مراحل طقوس معتاد عليها، وهي الذهاب الى الصلاه لمصلى العيد. احتشد الناس صباحا رجال ونساء الى مصلى العيد تاديه صلاه العيد. كان هناك محاولات انتزاع الفرحه، طبعا انتزاع الفرحه من براثن التوزيع. بلا شك ان الوضع العام الذي تعيش فيه قد ألقى بظلاله على الحالة النفسية والمزاج العام للمواطن في هذه المحافظة. المواطن طبعا في محافظة العيد يحاول أن يعيش أفراح العيد أو أيام العيد رغم الحزن ورغم المعاناة التي يعانيها المواطن. ومحافظة العيد أعتقد لا تختلف عن غيرها من المحافظات، لكن ربما أن العام الحالي كان هنالك زيادة في المعاناة بسبب ارتفاع أسعار الملابس بشكل جنوني. طبعا هذه المسألة أعتقد أنها حالة دون اكتمال فرحة العيد من الأسر التي عجزت عن توفير ملابس العيد لأبنائها. كانت هناك مبادرات تحاول أن تغطي احتياجات الأسر الفقيرة والأيتام والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة، لكن مهما كان تظل المبادرات هي عمل جزئي او عمل بسيط لا يمكن ان يغطي بقيه او كافه الشرائح المحتاجه لملابس العيد او كسوه العيد. طبعا اعتقد ان ابناء اب يفتقرون الى المتنفسات العامه الترفيهيه. الا من حديقه صغيره لاحد المستثمرين ربما، يعني لا تفيد الغرض او لا تلبي احتياجات ابناء المدينه. المدينه يعني ارتفع عددهم بشكل كبير، خاصه مع تواجد اعداد كبيره من النازحين من المحافظات الاخرى. نعم. وايضا هنالك نقطه ايضا اضافيه، ان ابناء الى جانب ما يعانون من ارتفاع اسعار الملابس وانقطاع المرتبات، ربما ان ما اعتادوا عليه في السنوات السابقه الى ما قبل الحرب من الخروج في إجازة العيد إلى بعض المحافظات المجاورة، ربما العام هذا أو الأعوام هذه لم تعد متاحة كما كانت في السابق. ربما أن أجواء الحرب التي تعيشها بعض المحافظات مثل الحديدة مثلا حالت دون ذهابهم إلى تلك المحافظة أو قضاء إجازة العيد، كما أن ارتفاع أجور المواصلات بشكل كبير كان أيضا سببا لعدم ارتيادهم لتلك المحافظات. وكما ايضا كان ابناء اب يقصدون محافظه عدن بشكل سنوي اثناء اجازه العيد، لكن ربما ان المضايقات التي يتعرضون لها في بعض النقاط كانت ايضا هي سبب حاجز الذهاب لتقضيه اجازه العيد في تلك المناطق. نعم. او في تلك المحافظات. نعم. اذا بالنسبه للاوضاع الانسانيه للناس خاصه مع توافد هؤلاء النازحين أستاذ عادل، يعني كيف هي؟ نعلم أن العيد يأتي بالتزاماته، خاصة هناك من يتحدث يعني رمضان ربما قضى على الكثير من مدخرات الناس، العيد يأتي أيضا وفرحة الناس مكسورة نوعا ما، كيف هي هذه الأوضاع؟ نعم، بلا شك ان استنزاف مدخرات المواطنين بسبب توفير احتياجات رمضان والعيد كان له اثر طبعا على المزاج العام والحاله النفسيه بشكل كبير. هو ملاحظ هذا الشيء،
لدى التحركات اليومية للمواطنين في شوارع عيد، في لقاءاتهم، في تهانيهم بالعيد. ربما أن الوضع العام هو من الحاضر في مخيلات أبناء محافظة عيد، وهم ينتظرون بفارغ الصبر انتشاء الغمة وانتهاء الحرب. يحاولون أن يتحققوا قليلا من السماء. أعتقد أن الوضع العام حدث أيضا في قطاع الأطفال وألعاب الأطفال. انتشرت المسدسات البلاستيكية في أوساط الأطفال، يخوضون معارك بتلك المسدسات في الحارات. ربما العامل على الوضع العام السائد وهو وضع الحرب انعكس بشكل ملحوظ على نفسيات الأطفال. وهنالك أيضا عدد من الأسر لم يتمكنوا من كفاء أطفالهم أو توفير ملابس جديدة. ربما الوضع أكثر مأساوية، أو أن ربما رمضان ساهم في استنزاف ما كان لدى الناس من المدخرات بسبب الاحتياجات اليومية. نعم صح. لكن هنالك نوع من التكافل ولكنه محدود كما قلت لك سابقا. لا يمكن أن يغطي العدد الأكبر الذي اتسع بشكل كبير. وأعتقد أنه انقطاع المرتبات ساهم بشكل كبير بعدم تلقوا اعتراض أو أولياء الأمور من توفير ملابس العيد. هنالك طبعا حالة ترقب شديدة لربما مؤشرات قابلة أو لانقشاع الغمة التي تتخيم على الوطن بشكل عام. نعم، إذن شكرا جزيلا لك عادل عمر الناشط المجتمعي، كنت معنا عبر الهاتف من إب. وعودة إليك داليا. داليا، يعني تذكرت في العام الماضي في مثل هذا العيد استضفت الشهيدة ريهام البدر رحمة الله عليها، وأول ما ظهرت معي تذكرتها تماما، وذكرت أنها كانت إحدى ضيوف المساء اليمني. كيف يمر هذا العيد على كثير من الأسر التي فقدت ابنا لها أو بنتا، الأصدقاء المحيطين؟ يعني العيد يأتي ليجدد أوجاع الناس، وللأسف الشديد تعز تدفع فاتورة وكلفة باهظة الثمن يوميا في هذه الحرب. أكيد العيد ودام مناسبة عيدية مثل هذه تجي مكملة مؤكدة على كمية الوجع اللي تعيشه الأسر اللي فقد. هناك الكثير من الأسر من فقد اثنين واللي فقد ثلاثة أيضا، اللي تجي غير خليك من اللي قد شهيد، غير اللي تجي ولا معك معاق بالبيت قريح تشوفه أن تنظر له جراحه معفن. بالنسبة لنا قذا العيد فعلا احنا كرفقة للشهيدة ريهام البدر الله يرحمه، كان أول لنا عيد ريهام مش موجود معانا، ولا زيارة جبهات من غير ريهام، أيضا العديد من زملائنا الشهداء من أهلنا، لذلك العيد يأتي مكملا على الوجع. نعم، رحمة الله عليها وأعانكم الله وعلى كل الأسر التي فقدت شهيد لها. رسالة توجهها داليا يعني لمن يهمه أمر تعز، ما الذي تحتاجه تعز الآن إن كان هناك نية صادقة للبحث عن حاجة تعز؟ الرسالة هي اللي هي توجه ولازم توجه هي للحكومة الشرعية، هي المسؤولة علينا بالأول والأخير، على الحكومة الشرعية، على دول التحالف أن يثبتوا جديتهم الحقيقية تجاه مدينة تعز. إحنا لنا العام الرابع وإحنا مدينة تحاصر، مدينة ما زالت تقصف، مدينة كل يوم التهجير، رقعة التهجير تزداد، مدينة كل يوم الناس ضحايا ألغام، ضحايا قنص، ضحايا قصف عشوائي، ضحايا تجويع، ضحايا إهمال جرحى بالمستشفيات، ناس تموت جوع. يعني هناك أسر ما تجوع لا رواتب، ناس أكثر اعتمادهم الكلي كان على يعني الشغل اليومي، ناس اعتمادهم كان على الزراعة، الآن لا يعني مساحات أرضية مزروعة كلها ألغام، مشتقات نفطية معدومة وإن وجدت أسعار مرتفعة، أسعار بذور. لذا هي وجهها رسالة للحكومة الشرعية إنه أن يكون هناك فعلا موقف جدي، يتم تحرير مدينة تعز، يكفي استنزاف. يعني المدينة الآن تعاقب لأنها وقفت مع الشرعية، مدينة أول من خرجت ضد الميليشيات وبدأنا نقدم الشهداء أمام الأمن المركزي، وكنت أول جريحة فقدت عيني أثناء ملاحقتي وأني أسعف جريح أمام الأمن المركزي،
لذلك عليهم الدعم الجدي، يكفي انهم يضحكوا او يستنزفوا علينا بشبابنا، يعني يقوبوا شوية فتات من ذخيرة او مال قالوا معركة كاذبة، يعني لا دعم قوي ولا دعم حقيقي على الارض. فالعام مثل هذا العام كان في معركة على اساس بمدينة تعز سيتم التحرير، كان كله بس سمعنا عنها على التلفاز، لكن على الواقع يعني كنا احنا كونا كشباب او كناس نزور الجبهات كنا ما نحصلش، يعني انت لا تدعم ليش الفرد او بذخيره، يدعمه هو ببياده، الفرد يعني يطلع الجبهه ما فيش معه بياده، فنتمنى دعم حقيقي. ايضا الوضع الامني الان داخل مدينه تعز، نريد دعم حقيقي للجنه الامنيه، صح هناك يعني في نيه اللجنه الامنيه تتحرك، لكن كلنا نعرف داخل مدينه تعز اللجنه الامنيه يعني موجوده كافراد، لكن لا دعم لها، الميليشيات اللي تواجهها مدعومه لديها الامكانيات، لذا نريد دعم حقيقي للجهاز الامني لكي يعني يستتب الامن داخل المدينه، صح. على الاقل الان الجانب الامني تقدر الحكومه تلعب فيه به. يكفينا يعني يكفينا انه يضحكوا علينا ويجلسوا يستنزفونا داخل مدينه تعز. اذا نتمنى ان تصل رسالتك داليا. داليا محمد شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الاقمار الاصطناعيه من تعز. مشاهدينا الكرام فاصل قصير ونعود لاستكمال هذه الحلقه. بلد أنهكته الميليشيا بالحرب، يحلم شبابه بالمستقبل الأفضل. في مقدمة الصفوف لتحيا الأجيال من بعدهم. البعض يعيش الفرحة والآخر تخلد ذكرى. بلقيس معكم في كل لحظة. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، وأرحب أيضا بضيفي عبر الأقمار الاصطناعية أيضا خليل المليكي الصحفي من مأرب. مساء الخير مأرب. مساء الخير خليل. مساء النور، أهلا بكم وبمشاهديكم الكرام، وكل عام وأنتم ومشاهديكم بألف خير. وأنت بألف خير وصحة وسلامة خليل، وأود بداية أن تحدثني عن العيد في مأرب. نعم، تحية لكم ولمشاهديكم الكرام، وعيد مبارك على كل اليمنيين، وأن يكون هذا العيد هو عيد النصر لليمن على الميليشيات الحوثية وعلى كل ميليشيات تريد أن تدمر هذا الوطن. طبعا العيد في مأرب يحضر هذا العام بأجواء فرائحية كبيرة بعكس المناطق التي تخضع لسيطرة الميليشيات الحوثية. العيد متواجد لدى جميع الناس، جميع الناس فرحوا بهذا العيد واحتفوا بقدومه. طبعا للعلم أن محافظة مأرب تعتبر المحافظة الأكثر تواجدا للمواطنين فيها، وأكثر محافظة موجودة فيها فرص العمل، مما جعل الناس يكونون أكثر فرحا بهذا العيد عكس المناطق التي توجد فيها الميليشيات الحوثية وتخضع لسيطرة هذه الميليشيا، فهم يعانون ولا يحسون بنكهة العيد هذا العام. نعم، إذا لو تحدثنا عن صورة هذا العيد خليل، صلاة العيد، زيارة الأرحام، قبلها ليلة العيد، الأسواق الضاجة بالناس، يعني انقل لنا تفاصيل استعدادات العيد وأيضا مراسم العيد. نعم، هذا العيد يحضر بكل فرح كما قلنا سابقا. صلاة العيد اجتمع الناس في مكان واحد وكان الجمع غفير جدا. حضرت السلطة المحلية، قيادات سياسية وعسكرية كبيرة صلاة العيد، اجتمع الناس جميعا في مصلى العيد بجوار المنطقة
العسكرية الثالثة، احتفلوا جميعا، قام بعض قيادات من الجيش الوطني ومن السلطة المحلية بزيارة لسكن الجرحى وللمستشفى العسكري حيث يتواجد بعض جرحى الجيش الوطني، وكذلك الأسواق تزدحم بشكل كبير في محافظة مارب وخاصة الأيام الأخيرة، الثلاث الأيام الأخيرة من رمضان وفي يوم العيد تحديدا، الحديقة في مارب لا تكاد تكفي الناس المتواجدين في هذه المدينة، لا تكاد تجد مكانا لتجلس فيه في الحديقة، هناك ازدحام كبير جدا على الحدائق العامة، وللعلم أن محافظة مارب لا يوجد فيها إلا حديقة واحدة عامة، مما يجعل المدينة تحتاج إلى أكثر من متنزه سياحي يجتمع الناس فيه ليتبادلوا أفراحهم وليتبادلوا تهاني العيد في كل أو أي مناسبة تحضروا لهم. هذه هي أجواء العيد في محافظة مأرب. طبعا للعلم أن محافظة مأرب تشكو من ارتفاع للأسعار بشكل جنوني، مما جعل بعض الناس يحجم عن شراء بعض احتياجات هذا العيد، وهذه بعض المشاكل في هذا العيد في محافظة مأرب. نعم، يعني ربما مسألة ارتفاع الأسعار خليل ليست فقط في مأرب، يعني إحدى ربما نتائج الحرب، ولكن يعني ألم يعني يوجد حلول لهذه المسألة، سواء ارتفاع المساكن، ارتفاع الأسعار بهذا الشكل الجنوني الذي تتحدث عن، هل تم التفكير بأي حلول منطقية لكي تساعد الناس على شراء احتياجاتهم في مثل هذه الأيام؟ للأسف لم توجد أي حلول حتى اللحظة لهذه المشاكل، وخاصة الأسعار، الرقابة غير موجودة على الأسواق، هناك بعض البضائع المنتهية وقريبة الانتهاء توجد في الأسواق، والمواطن الذي لا يقرأ تاريخ الانتهاء ولا الإنتاج قد يصاب بالمرض نتيجة لشراء بعض هذه المواد، لا توجد رقابة، كما قلنا أن الأسعار زادت هذا العام ما بين 20 إلى 30% على العام الماضي، وتستمر هذه الزيادة حتى العام المقبل، وهكذا تستمر كل سنة زيادة على الأسعار، ويتحمل المواطن هذه المشكلة. كذلك فيما يتعلق بإيجار المنازل وأسعارها، لم توجد أي حلول حتى اللحظة. المشكلة الكبيرة هو أن الطلب أكثر من العرض بكثير جدا، وهذا ما يجعل السلطة المحلية في محافظة مأرب أمام مشكلة عويصة ربما تجعلها لا تستطيع أن تحل مثل هذه القضية التي تؤرق كثير من النازحين الذين فروا من جحيم الميليشيا الحوثية، ليجدوا أنفسهم بعضهم في خيام على أطراف المدينة، يعانون من انقطاع الكهرباء، من انقطاع المياه، من شدة الحرارة. هذه هي المشكلة التي تعاني منها محافظة مأرب. نعم، إذن يعني هل هناك أي ترتيب لأي احتفالات من قبل السلطة المحلية، أم كان الاكتفاء بالمراسم المعتادة، صلاة العيد وتبادل التهاني وفقط؟ هو كما قلنا سابقا، يعني حضرت السلطة المحلية وقيادات الجيش الوطني لحضور صلاة العيد في المكان العام، وقاموا بزيارة إدارة الأمن والنقاط الأمنية على أطراف المحافظة، هناك قيادات عسكرية قامت بزيارة الجبهات، وهذا ما ترتب له القيادة العسكرية والأمنية في المحافظة، زيارة لأسر الشهداء، لأسر المختطفين، وكذلك للمناطق العسكرية كصرواح والمخدرة وغيرها من جبهات القتال التي يوجد فيها الجيش الوطني. نعم، سأسألك عن جبهات القتال خليل، ولكن اسمح لنا أن تنضم معنا أيضا عبر الهاتف الأستاذة وردة بن صميت، وهي رئيس مؤسسة يدا بيد للتنمية من عدن. مساء الخير أستاذة وردة. أهلين، مساء الخير عزيزتي. في البداية اسمحي لي أن أعدل الاسم، وردة السيد. وردة السيد، عفوا. ما في مشكلة. نعم، وردة، يعني لو حدثتنا بداية عن العيد في عدن، كيف عاشه أبناء عدن اليوم؟ أولا اسمحوا لي أن أهني بمناسبة عيد الفطر المبارك فخامة السيد الرئيس عبد الرب منصور هادي، أطال الله في عمره ورعاه، وأهني كافة أبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج.
العيد في محافظة عدن هو شبيه بكافة بقية محافظات الجمهورية اليمنية المحررة والغير المحررة. طبعا هو عيد بسيط جدا نتيجة للظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها أفراد المجتمع في محافظة عدن. ليست تلك الأعياد التي طالما عهدناها. العيد يمر على أبناء محافظة عدن في شدة وفي بأس، وذلك نتيجة قلاء المعيشة بالنسبة للملابس العيد، بالنسبة للمواد الغذائية. لم يمر عليهم العيد مثل بقية الأعياد. للأسف الشديد هنا أبناء محافظة عدن يعانون من هذه يعانون من قلاء المعيشة. نعم، يعني مع هذا الغلاء أستاذة وردة ومع أوضاع الناس الصعبة، بالتالي يعني ينعكس هذا على العيد في عدن. يعني ربما نحن نتذكر تماما كيف هي الأعياد في عدن، وجود الأطفال في الساحل، خروج الناس لتبادل الزيارات. هناك يعني وجود البحر بحد ذاته هو عيد بالنسبة للعدنيين. فهل شهدت محافظة عدن خروج لأماكن المتنزهات والاحتفالات، أم أن هناك كان قلق وخوف أمني؟ لا، الحمد لله. بالنسبة أن الأوضاع الأمنية في عدن أصبحت أوضاع آمنة جدا والحمد لله، وما زالت الناس تخرج إلى البحر وتذهب لزيارة الأهل والأقارب. ولكن أنا لا أتحدث عن كافة الناس، يعني ليس كافة الناس قادرين أن يزوروا المنتزهات، قادرين أن يذهبوا إلى البحر. ولكن الحمد لله ما زالت هناك زيارة للبحر، للمنتزهات، زيارة للأسر، زيارة للأهل. ولكن يمكن 80 إلى 70% من أبناء المحافظة لم يعيشوا فرحة العيد في محافظة عدن، إضافة إلى عدد الأسر النازحة المتواجدة في محافظة عدن، فهذا يزيد العيد بؤسا. أنا طبعا هو عيد وأنا حابة أفرح كل الناس اللي بيسمعون الآن على الهواء مباشرة، ولكن هذه حقيقة مرة وواقعة نعيشها في محافظة عدن، أنه بنسبة 70% من أبناء المحافظة لا يلتمسون فرحة العيد. يعني أنت متوسط دخل الأسرة حوالي 60 إلى 70 ألف ريال يمني، وعندنا قلاء الأسعار، العملة غير ثابتة في محافظة عدن، قلاء المعيشة، قلاء المواد الغذائية. هذا بحد ذاته يمحو فرحة العيد. ولكن الحمد لله ما زلنا نبتسم، ما زلنا نفرح، ما زلنا نسعد بالعيد. العيد فطرة بفرحتها، وكما قلت عزيزتي يكفي أن البحر موجود في محافظة عدن يزيدنا بهجة وفرحا. نعم، إذن وردة، يعني لو تحدثنا أيضا عن الخدمات الأساسية خاصة مع ارتفاع درجة الحرارة. هناك معاناة يعانيها أبناء عدن بسبب هذه المسألة. كيف هي أوضاع الكهرباء في عدن؟ للأسف الخدمات الرئيسية من الكهرباء والمياه هي خدمات متردية جدا جدا في محافظة عدن. وكما يعلم الجميع محافظة عدن هي من المناطق الحارة جدا، ونحن في فصل الصيف في عز الحر، خدمات الكهرباء متردية جدا، ولم نلتمس لها أي تحصن نهائيا في هذه المحافظة. ما زلنا نعاني من انقطاع المياه في كافة مديريات المحافظة، وما زلنا نعاني من انقطاعات لساعات طويلة في الكهرباء. هذه الخدمات التي للأسف إلى الآن لم نرى من المسؤولين أي رقابة أو تقييم أو متابعة أو عمل أي حلول لهذه الخدمات. عدن محافظة حارة جدا، ولكن للأسف ليس هناك اهتمام بخدمات الكهرباء والمياه. ما زلنا نعاني منها حتى هذه اللحظة، والكهرباء في انقطاعات ولساعات طويلة، والمياه أحيانا لا تصل إلى البيوت في اليوم واليومين، لا تزال المياه مقطوعة عن معظم البيوت في محافظة عدن. نعم، إذن وردة السيد رئيس مؤسسة يدا بيد للتنمية، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. إذن مشاهدينا الكرام، نعود إلى ضيفي من مأرب عبر الأقمار الصناعية خليل. مرحبا بك خليل، عدنا إليك. خليل، يعني كنت تتحدث عن جبهات القتال. هذه الجبهات أستاذ خليل، هل استطاع أفراد الجيش هناك أن يعيدوا مع أهلهم، أم أنهم ظلوا مرابطين في هذه الجبهات؟ نعم، أبطال الجيش الوطني للعلم مرابطون في جبهات القتال وفي متارسهم، لا يمكن أن يتخلوا عن أماكنهم حتى يتحقق النصر للشعب اليمني على هذه الميليشيا
الحوثية. هناك مناوبات يقوم بها أبطال الجيش الوطني، منهم من يصعد ليناوب عن زميله وهكذا، وذاك يحضر العيد مع أهله، وذاك يعود إلى مترسه وإلى الجبهة ليرابط في سبيل استعادة هذا الوطن من الميليشيات الحوثية. الجبهات لا يمكن أن تتوقف حتى يستعيد اليمنيون دولتهم، وحتى يتحرر كل تراب الوطن من هذه الميليشيا. طبعا قيادات عسكرية قامت بزيارة كما قلت سابقا لبعض الجبهات وتوزيع هدايا العيد على هؤلاء المرابطون. قائد المنطقة العسكرية الثالثة قام بزيارة جبهة المخدرة ووعد أبطال الجيش بأنه سيعفيهم من أي غيابات ومن أي خصومات بمناسبة هذا العيد المبارك، وأهداهم بعض الهدايا وحيا صمودهم والأسطوري الذي وهم يصمدون الناس في بيوتهم ومع أطفالهم، وأولئك يحرسون الوطن بعيونهم الساهرة سواء كان عيد أو غير ذلك. نعم، إذا خليل يعني كانت تتحدث معنا وردة عن من عدن عن الأحوال الخدمات، أحوال الخدمات الأساسية في عدن وأنها متردية للغاية. ماذا عن مأرب بالنسبة للكهرباء، للمياه، الصرف الصحي؟ هل الأمور يعني إلى أفضل؟ نعم، الكهرباء في مأرب للعلم كانت هناك مشكلة كبيرة في رمضان نظرا للضغط الكبير على محطة الكهرباء. ووعد قبل 3 أيام مدير عام الكهرباء في محافظة مأرب بإصلاح بعض الخلل الموجود في الكهرباء، ووفى بذلك. نعم، يعني زادوا من المحولات الكهربائية وأرفدت المدينة وبعض المناطق التي كانت تعاني من انقطاع الكهرباء، وتحسنت الكهرباء نوعا ما. أما بالنسبة للمياه الصرف الصحي فهناك مشكلة كبيرة تعاني منها محافظة مأرب، وخاصة أن محافظة مأرب لا تمتلك مشروع لمياه الصرف الصحي، لكن هناك مشروع قادم كما وعد به اللواء السلطان بن علي العراد محافظ محافظة مأرب، أن هناك مشروع قادم سينفذ بعد العيد. وهذه هي بعض الملامح أو بعض المعاناة التي تعاني منها محافظة مأرب. نعم، إذا ونحن نتحدث عن هذه الخدمات الأساسية أيضا وبعض الأشياء التي تنقص مأرب، لو أردنا أن يعني نجمل أهم الأساسيات التي تحتاجها مأرب لقضاء أيام العيد، بشكل عام من بنى تحتية يعني يشعر المواطن بأن هناك مدينة حقيقية يسكن فيها. نعم، مأرب تحتاج إلى بنى تحتية من استراحات وحدائق للأطفال ومتنزهات للعوائل. هذه الأشياء لا تمتلكها محافظة مأرب. هناك كثير من الأسر نظر لازدحام الحديقة الوحيدة في المحافظة تظل في البيت حتى يتسنى لها أن تخرج بعد العيد بأيام لتشعر بالراحة وتجتمع العائلة في مكان لا يوجد فيه ازدحام. هذا ما تحتاجه محافظة مأرب، تحتاج إلى أماكن عامة أكثر، إلى حدائق أكثر، إلى متنزهات أكثر، حتى يشعر الناس بالراحة وتجتمع العوائل يحضر الناس في هذه المناطق ليتبادلوا التهاني وتجتمع الأسر ويلتمون على مائدة واحدة. إذا اسمح لنا خليل أن نذهب إلى صنعاء، ومعنا من هناك أسامة الشهري الناشط في المجال التطوعي. مساء الخير أسامة. مساء النور والعافية. أهلا بك وكل عام وأنت بخير. يعني يقال بأن ما عيد إلا في اليمن، ونود أن نعرف كيف كان يومكم الأول في صنعاء. من العيدين السالمين والأمنين، كل سنة وأنتم طيبين وبخيرين إن شاء الله. العيد في صنعاء السنة هذه يعتبر أهدى بكثير من السنة الماضية والسنة اللي قبلها. وبالنسبة للمشهد العيد في صنعاء هذه السنة كان جميل جدا بعدة عوامل، وكان بارد جدا بعدة عوامل أخرى. نعم، إذن يعني بطبيعة الحال يعني صنعاء بها العديد من النازحين، صنعاء أوضاع الناس فيها متعبة للغاية بسبب انقطاع الرواتب منذ أكثر من عام وثمانية أشهر تقريبا. كيف مر على هؤلاء الناس، خاصة وأنت ناشط في هذا المجال وربما على اطلاع بمدى حاجة الناس؟
حالة الناس لا تخفى على العالم أجمع. كنا معاهم بداية رمضان وفي المواسم السابقة شاهدنا حاجات مأساوية جدا جدا، وهي نتيجة طبيعية لآثار الحروب. كنا نحاول جاهدين أن نخفف من هذه المعاناة بقدر المستطاع بأعمالنا التطوعية وبالتكاتف الشباب والمبادرات الشبابية الموجودة في عمان العاصمة، وكان في مبادرات جميلة جدا فعادت في تخفيف هذه المعاناة. جزء كبير من فرحة العيد اليوم أعتقد أنه بسبب هدوء الجو والحرب اللي كانت في صنعاء بشكل أساسي، وكمان الجو العام والطبيعة الموجودة كان جو هادئ جو بارد، الناس في أمن نوعا ما رغم الظروف القاسية ورغم كل الصعوبات اللي يواجهوها الناس وصعوبة المعيشة الموجودة. نعم، إذن العمل التطوعي الذي تقومون به في العيد، هل يعني شاهدتم أي أعمال؟ هل قمتم بأي تحركات؟ المبادرات الشبابية مختلفة جدا في صنعاء وتشتغل في عدة أماكن وفي عدة نقاط مختلفة. مثلا في مجموعة كبيرة من الشباب اليوم زاروا كثير من المستشفيات بعد صلاة الظهر لمعادلة هنا الموجودين والمرضى الموجودين في المستشفيات. شباب كثير جدا منتشرين في الحارات وفي أماكنهم في أماكنهم السكنية، يحاولوا أنهم يخلقوا ابتسامة ويزرعوا ابتسامة بقدر المستطاع، توزيع هدية العيد، توزيع عسل العيد، مشاركة الناس أفراحهم بقدر المستطاع بجهودنا احنا كشباب من غير أي تدخل من أي طرف كان. نعم، إذن أسامة، يعني للأسف الشديد ربما ليس هذا يعني في الأعياد السابقة كانت تمر على صنعاء وهي تقصف، كيف كان عيدكم اليوم؟ هل هي آمنة نوعا ما؟ أخبرتك أنه العيد هذه السنة كان جميل جدا مقارنة بالسنة الأولى والسنة التي قبلها. نعم. لا نقارن العيد بالأيام الطبيعية لأنه صحيح يعني هناك فرق كبير سيء جدا. نعم أيوة. نعم. يعني صعوبة المعيشة وغلاء الأسعار بشكل كبير جدا، ما لا يتيح أي فرصة أن نحن نقدر نتحرك بأي سهولة. صحيح. أكبر المشاكل اللي كانت موجودة أن الظروف المادية الصعبة بتمنع الناس بشكل كبير، وحتى اليوم بشكل مأساوي وجعتنا جدا ان كثير من الناس اللي كنا نعرفهم يزاروا اليوم واقربائهم في العيد اليوم ما قدروش يخرجوا بسبب هذه المشكله. صحيح. فكنا نحاول نتفاداها فقط انه يعني توزيع بعض الحاجات البسيطه، توزيع الجعالات للاطفال، خلق ابتسامه، نخرج مع المصورين الشباب انه ناخذ صور مجانيه للناس اللي نعرفهم. بقدر المستطاع نحاول نخلق ابتسامه بقدر المستطاع واجواء. نعم. صعبه جدا لكن الحمد لله. نعم، إذن شكرا جزيلا لك أسامة الشهري ناشط في المجال التطوعي، كنت معنا عبر الهاتف من صنعاء. وأخيرا عودة إليك خليل في دقيقة إن سمحت، أود أن توجه رسالة إلى من يهمه الأمر عن احتياجات مأرب وكيف يمكن أن تكون يعني فعلا قبلة اليمنيين والمتوجهين إليها والآمنين من بطش الميليشيا. نعم، الرسالة التي يوجهها كل متواجد في محافظة مأرب. مأرب لم تصبح من مهام السلطة في هذه المحافظة، مأرب أصبحت الدولة والحكومة وكل الناس متواجدون في هذه المحافظة، قيادة الجيش الوطني، قيادة سياسية كبيرة هنا في محافظة مأرب. اليوم أصبح الواجب على الحكومة الشرعية بكاملها أن تنظر إلى هذه المحافظة، أن تدعم بكثير من المشاريع وخاصة مياه الصرف الصحي، أن توجد حلا جذريا لهذه المشكلة، كذلك للكهرباء في هذه المحافظة، وكذلك لقضية النازحين في المحافظة وقضية أسر الشهداء والجرحى. هذه الرسالة التي يوجهها كل متواجد في محافظة مأرب، لابد من أن تنظر الحكومة الشرعية لمأرب وليست السلطة المحلية فقط. السلطة المحلية تبذل كل الجهود للتخفيف من معاناة الناس في المحافظة، ولكن أصبح يعني الناس أكثر من حجم هذه المحافظة، لابد من حل يأتي من قبل الحكومة الشرعية. نعم، إذن الصحفي خليل المليكي شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب. الشكر لكم مشاهدينا الكرام، ونكرر أعدكم الله بكل خير وسلامة، ونتمنى لكم عيدا مباركا وكل عام وأنتم بخير. إلى أن نلتقيكم في حلقة من المساء اليمني.
كونوا برعاية الله وأمنه.